بونجور النهارده هنتكلم على الملتيبليكاسيون دي ماتريس المره اللي فاتت اتكلمنا عن لو انا عندي ماتريس ا وقلت انا عايزه سانك آ. ده معناه انه السانك دي هتضرب كل اليمون جوه اه يعني مثلا لو انا عندي ا بي سي دي تبقى سانك اه سانك بي سانك سي سانك دي ده اللي احنا اتكلمنا عليه المره المره دي لا هناخد دو ماتريس فوق بعض يعني لو انا عندي ماتريس هنا وماتريس هنا هعملهم فوق بعض اول حاجه في كونديسيون مهم لازم يكون متوفر عندي وموجود عندي انه يكون عدد القلن بتاعه الاولانيه يساوي عدد الليني بتاع الثانيه يعني ايه يعني لو ديمونسيون الاولانيه ام ف ال احنا اتفقنا ان ديمونسيون نمبر دو ليني ف نمبر دو كولون وهنا نمبر دو ليني ف نمبر دو كولون يبقى عدد القلن بتاعه الاولانيه قد عدد الليني بتاع الثانيه لو الاثنين زي بعض خلاص بيتشدبوا مع بعض والريبونس تطلع ام فوا ان الاولاني في الاخير ازاي يعني انا لو عندي دي الديمونسيون بتاعتها 3 فوا 2 ولو عندي دي الديمونسيون بتاعتها 2 فوا 3 ال2 هنا زي ال2 راحوا مع بعض يبقى الريبونس هتطلع 3 فوا 3 نجرب اكزامبل ونشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي لو انا عندي زي دي كده 0 و 2 و 2 و 3 و 4 هنا 5 و 0 و 1 و 1 دي الديمونسيون بتاعتها 3 في 2 عدد الليني في عدد الكلان ودي الديمونسيون بتاعتها 2 في 2 2 في 2 يبقى الريبونس هتطلع 3 في 2 يعني 3 ليني و2 كلان يعني كده كده اهو 3 ليني و2 كلان طب بعمل الفوز ازاي بقى نشوف احنا دلوقتي بناخد من هنا اول ليني اللي هو زيرو واروح موقفاها هنا هو كده زيرو و2 انا ممكن احسب بالكالكياتريس على طول بس انا هحسب معاكو اتاب اتاب يعني احنا هنعمل هنا دي زيرو فوا هعملها ايه زيرو فوا واكتبها هنا وتحت 2 فوا موا يبقى بلوس 2 فوا ده كده اول واحد طيب بعد كده ناخد الزيرو يعني احنا ضربنا الصف ده كده في ده هنعمل ده فوا التاني يبقى 0 فو زيرو فوا زيرو هنا بلوس 2 فوا شفتوا انا عملت ايه يبقى اول ليني خدت وقفته اول ليني هيديني اجابه اول ليني عملته في القلان الاولاني فبقت اول واحده وعملته في القلان الثاني فبقت ثاني واحده بعد كده همسح الزيرو دول واحط مكانهم الموين دو والموين 3 ادي موين دو وموين 3 موين دو فوا 5 بلس موين 3 في -1 وبعدين موين دو 3x1 بعد كده هنشيل اللينية ده ونحط اللينية التالتة اللي هو 1 و 4 1x5 4x-1 وبعد كده 1x0 في القلون في التاني 4x1 كده انا جبت كل الحاجات اللي عندي بعد كده همسك الكالكولاترس وبمنتهى البساطة اروح اعمل كده 0 5 Plus deux fois moins un. Pardon, ma lèche. T'es là, moins deux. Il y a eu la première chose Moins deux. Après ça, zéro fois zéro. Plus deux fois un. T'es là, deux. Moins deux fois cinq. Plus moins trois fois moins un. T'es là, moins sept. 1 fois 5 plus 4 fois moins 1. Hatet la 1. Ou badin, 2 fois 0 plus moins 3 fois 1. Tib moins 3. Ou 1 fois 0 plus 4 fois 1. 4. Il va la a 3 lignes de colonnes ou dix 3 fois هي لفه شويه بس لو تعودنا عليها وحلينا كتير هنلاقي الدنيا سهله طب بيقول دي ديترمين ل ديمونسيون دو دي ا بي يعني ا و بي مادام لازقين في بعض هو عايز الديمونسيون بس مش طالب مني حاجه بيقول سي لا ديمونسيون دو دي ا 3 x 4 يبقى ا ب 3 x 4 و 4 x 2 يبقى 4 زي 4 يبقى الإجابة إيه؟ أبي هتكون الديمونسيون بتاعتها 3 x 2 بس بمنتهى البساطة، تهيألي سهل. طيب لو قال لي سي لا ديمينسيون دو ا آه اي 5 في 3 و لا ديمينسيون دو بي 5 في 2 لو ا 5 في 3 و بي 5 في 2 ايه يا جماعه ده في حاجه زي بعض اه في ده وده لا ما ينفعش ده لازم الاثنين اللي في النص دول اللي يبقوا زي بعض عدد القلان هنا يبقى زي ليني هنا فدي كده آه فوا بي امبوسيبل صح لكن كان ممكن لا برضو مش هتنفع كنت هقول كانت ممكن تنفع ب افوا آه مش هتنفع يبقى دي امبوسيبل مستحيل تنفع هسيب لكم انتوا بقى سي ودي انتوا تجربوا فيهم لانهم تقريبا نفس الكلام فهسيبهم ديفوار انتوا تجربوا فيهم نيجي بعد كده سي ا آه ايجال كده وبي ايجال كده تروفي اف آه و بي اي بي فوا ا آه. طيب لو انا عايزه اجيب اف آه و بي لازم ابقى عارفه الديمنسيون الاول هنا 3 في 3 وهنا برضو 3 في 3 يبقى هتنفع اف و بي وبي و ا آه لان كلهم اصلا زي بعض طيب ناخد الاول اف آه و بي ايجال هنكتب ال ا 1 و1 و2 وهنا ما 1 و0 و3 وهنا 0 و1 و4 فوا ال 2 و1 و0 3 و4 و1 5 و0 و1 كده انا كتبت ال ا عايزه اعمل فوا. وخلي بالي الريبونس هتطلع تراف تراف برضو لاني لما هشطب ترا دي مع ترا دي هيفضل لي تراف تراف طيب عايزه اعمل الدنيا وامشي بسرعه هعمل ايه هاخد الليني الاولاني ده اوقفه هنا اه 1 2 أه صح طيب اول واحده خالص هتطلع ازاي بعمل دف بلوس دف ده فوا ده بلس ده ده بلس ده فهو ده اللي انا هعمله على طول على الكالكاتريس من غير ما اكتبه يعني هعمل 1 x 2 plus moins 1 x 3 plus 2 x 5. هتطلع 9 يبقى اول ريبونس عندي هتطلع 9 هاخد دول اعملهم في الكولون الثاني عشان اجيب ثاني رقم يبقى هعمل 1 1 اهو داف في ده بلس ده, plus ده plus plus, 4 plus 2 2 0 انا بكتبها كلها حتى لو حجوز انا عارفه انه هيدي زيرو بكتبه احتياطي عشان اوريكم انه عادي ان انا احسبها كلها على الكلكتريس ما مشكله ما بتقلش مني في حاجه 1 × 0 1 × 1 2 × -1 انا عارفه ان في كتير عبقره وهيحلوها في ثواني من غير الكلكيوليتريس بس احب اقول لكم انه اكبر العباقره ممكن في رغبة الامتحان او لخمه الامتحان يغلطوا في سين واحد يبوظ البروبلم كلها فبليز عشان خاطري بالذات جوه الامتحان بلاش بدماغكم يعني اه غريبه ان انا اقول كده بس لازم اقول كده لانه فعلا الدنيا ساعات بتضيع بسبب رقم اهبل طيب خلصنا اللينيه الاولاني هاخد اللينيه الثاني بقى همسح دول وابتدي احط هنا -1 و0 و3 وابتدي أحسب على كالكاترس ده فوا ده يعني 1 فوا 2 بلس 0 فوا 3 بلس 3 فوا 5 هتدي 13 يبقى هنا في 13 بعد كده هاخد ده فوا تاني كولون يبقى هقول 1 فوا 1 بلس 0 فوا عارفه ان زيرو فوا فو اي حاجه بزيرو بس هكتبها برضو بلس تروا فوا هتبقى ايجال موا بعد كده هاخد القلم ده كله احمله فوا ده كله يبقى موا ان فوا زيرو بلس زيرو فوا ان تدي موان 3. يبقى دي كمان هتبقى موان 3. هناخد آخر ليني هنحطه مكان ده لإن إحنا خلصنا خلاص ده خلص هناخد 0 و 1 و 4 ونبتدي نضرب ده في أول كولون وبعدين في ثاني كولون وبعدين في ثالث كولون 0 فوق 2 بلس 1 فوق 3 بلس 4 فوق 5 هتدي 23 وبعد كده هعمل في ثاني كولون يعني زيرو فوا ام بزيرو خلاص ام في كاتر بلس زيرو يعني تطلع كاتر والأخيرة هتطلع موين تروا يبقى أنا كده جبت فوا بي والديمونسيون بتاعتها هتبقى تروا فوا تروا طيب المفروض أجيب إيه كمان بي فوا أ بي فوا أ يبقى هكتب بي الأول اللي هي دي 2 1 اللي هي دي بقى 2 1 0 3 4 1 5 0 1 وبعدين فوا ال اللي هي ان و 1 و 2 1 و 0 و 3 و و و هبتدي اعملها هقول ان انا هاخد اللينيه الاولاني ده وقفه هنا 2 1 وابتدي احسب

4 1. وابتدي اول 3 fois 1 ب3 و 4 fois 1 ب4 يعني moins 1 و 0 يبقى هنا? moins 1. هضرب في تاني كولن 3 fois 1 ب3 و 0 و 1 يبقى moins 3 ou 1 ب moins 2. 3 fois 2 ب6 و 4 fois 3 ب12 يبقى كده 18 و 1 فى 4 ب 4 18 و 4 يبقى 22. خلصنا تاني ليني ناخد التالت ونعمل نفس الكلام هنكتب التالت هنا اللي هو 5 0-1 5 فوق 1 ب5 ودي 0 ودي 0 يبقى هنا 5 5 فوق 1 ب-5 0 وبعدين 1 يعني 5 و-1 تبقى 6 5 فوق 2 ب10 10 و0 10 وهنا 10-4 تبقى 6 يبقى طلعت الماتريس بتاعتي ا اه بكده هل طلعوا زي بعض لا يبقى احنا لو جه قال لي كير حاجه زي دي هقول له هلاحظ انه افوا ب نيجالبا بي, بي فوا اه ومن هنا اعرف ان الملتيبليكاسيون ني با يعني ما ينفعش اشقلب الاماكن زي ما كانت في الاديسيون ا بلس بي كانت بتساوي ب بلس ا اه لكن في الملتيبليكاسيون ما بيساووش بعض بعد كده اجي من هنا اقول بقى البروبريتي دو لا ملتيبليكاسيون ايه البروبريتي دو لا ملتيبليكاسيون الاسوسياتيفيتي تنفع يعني ايه اسوسياتيفيتي يعني انه انا عندي تلاتة في بعض فلو عملت الاتنين دول في بعض وبعدين دي هي هي لو عملت الاتنين اللي ورا في بعض وبعدين عملتهم في ال لكن ما اقلبش يعني ما اخدش اعمل اف و وبعدين اعمل فوا بي لا امشي بنفس الترتيب اللي عندي تاني حاجه اكزيستانس دو نتر ان في إليمون نتر اللي هي الماتريس اي والماتريس اي دي اللي هي عندها الدياجونال في انات والباقي زروهات اي ماتريس لو عملتها فوق الماتريس اي اللي هي يونيتير دي تدي هي هي نفس الماتريس ما بيفرقش معاها ده إليمون نتر في الملتيبليكاسيون زي ما اي حاجه فوقها أن تفضل هي هي ثالث حاجه الديستريبيتيفيتي دو لا multiplication دي ماتريس سور لاديسيون يعني لو انا عندي ماتريس فوا 2 بلس با هي هي لو عملتها فوا دي وبعدين عملتها فوا دي ولو عندي كده وفوا واحده في الاخر يبقى كاني عملت فوا سي وبي فوا سي في حاجه اخيره اسمها ترانسبوزي ترانسبوزي احنا خدناها المره اللي فاتت اللي هي شقلبت الماتريس وترانسبوزي دو برودوي دو دو ماتريس يعني انا لو عملت ترانسبوزي للفوا بعد ما عملتها البرودوي هي هي لو عملت ترانسبوزيل كل واحده وعملتهم فوا بعد بس بالمشقلب يعني انا عندي افوا بي الترانسپوزي بتاعتها هي هي ترانسپوزي بي فوا ترانسپوزي ا بمشيها بالمشقلب اوكي طيب نكمل هنا جايبلي لي دو ماتريس او بي وبيقول لي هاتي انتي انت A ا بي اثبتي يعني ان دي بتساوي دي فانا هجيب الاول اف و ب وبعدين اعمل لها ترانسبوزي يبقى ا ب ايجال 1 و2 و -1 وهنا 3 و 1 و 5 فوا 1 و 2 1 و 1 و 4 و 3 عشان اعمل فوا هنا هاخد الليني الاولاني ده وقفه هنا 1 و 2 و 1 واقول ايجال الاول دي 2 فوا 3 ديمانسيون بتاعتها ودي 3 فوا 2 يبقى الريبونس اكيد هتطلع ده مع ده يبقى تطلع 2 فوا 2 يبقى انا بحط في دماغي كده ان الريبونس بتاعتي هتطلع 2 فوا 2 فهنا هقول 1 في 1 ب 1 و 2 في 1 ب 2 يبقى 1 1 وهنا 4 تبقى موان 3 1 في 2 ب 2 2 ب 0 وبعدين هنا تفضل 3 بعد كده انا خلصت اللينية ده يبقى هشيلو وحط اللينية اللي بعدي اللي هو 3 و 1 و 5 3 في 1 بموين 3 و 1 تبقى 2 و 20 تبقى 18 3 في 2 ب6 و 1 في 1 بموين 1 تبقى 5 و 5 في 3 ب15 يبقى 20 يبقى الماتريس بتاعتي طلعت كده هو لو انا عايزة اعمل لها ترانسبوزي F و B الترانسبوزي للF و B هتبقى هشقلب ده يعني اللينيا هعمله كولون يبقى موان تروا وتحتيها موان تروا وهنا دي سويت وتحتيها فا دكار طيب هاجي بعد كده اعمل ترانسبوزي بي فوا ترانسبوزي ا ترانسبوزي بي ايجال بي فين اهي هشقلب ده كله يعني هعمل اللين يبقى كولون يبقى موان ان وتحتيها دو وبعدين ان وتحتيها موان ان وبعدين كاتر وتحتيها 3 دي ترانسبوزي ب هعملها فوا ترانسبوزي ا ترانسبوزي ا بتساوي اللينيا ده هقلبه كولون يبقى 1 2 1 و3 1 5 دي كام 2 3 بتاعتها ودي 3 فوا 2 يبقى 3 تروح مع 3 يبقى اعمل حسابي ان هتطلع 2 فوا 2 فدي اول حاجه وصلت لها زي دي هبتدي اعمل فوا هاخد 1 و1 و4 واقفهم هنا 1 و 1 و 4. وابتدي أول موه 1 في 1 ب-1. 1 في 2 ب2 تبقى 2 موه 1 ب1. وبعدين موه 4 تبقى moins 3. موه 1 في 3 ب-3 أو 1 تبقى موه -2. What? و 4 في 5 ب20 يبقى كم يبقى 18. طيب بعد كده هنيجي نشوف هنقول احنا خلصنا اللينية ده يبقى هنشيله وهنحط اللينية التانية اللي هو دو وموا 1 و3 دو في دو دو في 1 بدو 2 1 في 2 ب -2 يبقى 0 و3 في -1 ب -3 دو في 3 ب6. 1 في 1 ب -1 6 1 يبقى 5 و3 في 5 ب 15 5 يبقوا دي هي هي الريبونس دي فيبقى كده هقدر اقول له دونك ترانسبوزي ا فوا بي ايجال ترانسبوزي بي فوا ترانسبوزي ا يبقى ال اللي قلناها من شويه كانت صح وهو ده اللي احنا اثبتناه اللي هو ده ترانسبوزي ا فوا بي هي هي ترانسبوزي الثاني فوا ترانسبوزي الاولاني Tape. Le camel déterminer si la matrice AB ou BA est définie dans tous les cas suivants ou non. Et si elle est définie, trouve la dimension de la matrice obtenue. Définie à l'infa et à la Tape. Si la matrice A de dimension 3 fois 1, A, 3 fois 1, ou B, 2 fois 3, Heldo l'infa et le fois abat, la n'est pas égale à t'es un nom définie. Ouhan ouh, achen kar le nombre de colonnes le nombre de colonnes de la matrice A n'égal pas le nombre de colonnes de la matrice B. Tabla ou gina ou b fois A dit 2 fois 3 ou dit 3 fois 1. Hina at the bar, yibahan ou l'neha définie. Yibahana définie kar le nombre de colonnes de B égale le nombre de lignes de A. Taib la matrice A de dimension 3 fois 3 et la matrice B de dimension 2 fois 2. هتبقى نون ديفيني عشان دول مش قد بعض ولو عملنا العكس برضو هتبقى نون ديفيني يعني ب هتبقى دو فوا دو و ا هتبقى تروا فوا ترو برضو هتبقى نون ديفيني عشان عدد الليني بتاعت ب هنا نيجال با الكالون دو ب نيجال با الليني دو ا آه. اعتقد كده قلنا كل الافكار الممكنه لحته الملتيبيكاسيون بتاعه الماتريس اتمنى المعلومه تكون وصلت الدنيا تكون كويسه آه، مفيش اكزرسيس عليه في الكتاب فاحنا هن... هنسيبه لغايه الاخر يعني هنعمل اكزرسيسات مع بعض كلها اي دفارات متاخره انا عارفه معلش هنزلهم كلهم في يوم كده على بعض آه، يار... لو في اي حاجه اكتبوها لي في الكومنتات وربنا معاكم وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم اي فيديو انزله جديد باي باي